السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا بسبب ديلور نصيحة فرنسية تخلط حسابات بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري. حنا المهم راهو جامع بالماضي هو المسؤول على القائمة اللي يديرها، هو المسؤول على استدعاء اللاعبين. كاش لي مسؤول، هو المسؤول، كاش لي يدخل له ديجا شكون اللي يهدر معاه؟ اش كيما قال له رشيد، كيما قال لهم حرحاد، قال لهم الانجاز الكبير عند هذا الاتحادية اللي جات وهي يعني الارضاء جامع بالماضي. هذا هو الانجاز الكبير، زعما ماشي قضية هذه كاع الناس تعرفها. إرضاء جمال بالماضي، أي اتحادية إرضاء من أجل إرضاء جمال بالماضي باش يرضى عليهم باش يقعدوا، خاطر ما يمشوش معاه ما يبدلهمش الخمسة والعام الجاي يطردوا. هذه هي كاش قاعد يلعب لكم في القنوات يهضر وجهه أحمر ومنا ومناربي ولا مخوص ولا لا، كي يلقاو جمال بالماضي قاعد يديروا الحمير، قاعد يديروا الحمير في غوزيزون يديروه في شواربهم، والحمير يديروه في عينيهم. هذا ما كان باش يبانوا شابين، كاش قال لي غلطكم. هذه قدامنا دايرين كرافاطات كوستيمات، كي يدخلوا سيدي موسى عنده يديروا بدعيات، ما التالي كاع مدير عساس يحكم في مدير، تروح عند عساس يقولك انا ندبر راسي نجيب لك المنحه تاع المدرسه، تروح عند المدير يقولك والله ما عندي ما ندير لك، ما التالي كاع دروك العساس يحكم في المدير، ما تنخلعوا ما والو. وإن لم يتبقى كثيرا عن فترة التوقف الدولي القادمة للمنتخبات الوطن التي سيخوض فيها المنتخب الجزائري مباراتين وديتين في نهاية الشهر الحالي، جمال بالماضي ينوي الاعتماد على أندي ديلور مع المنتخب الجزائري كمهاجم صريح برفقة كل من رياض محرز ويوسف بليلي على الجناحين الأيمن والأيسر بطريقة لعب معتادة للخوض سابقا. وتلقى المدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي نصيحة فرنسية بخصوص طريقة الأنسب لتوظيف أندي ديلور مهاجم فريق نيس الفرنسي. ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقرير أوضحت فيه أن مدرب فافار لنادي نيس اقتنع بعد أسابيع من انطلاق الموسم الجديد أن ديلور ليس قادر على الشغل دور قلب الهجوم الوحيد بدليل تسجيله هدفين فقط منذ بداية الموسم كلهما من ركلة جزاء. كما أكدت نيس صحيفة الفرنسية بأن المدرب نيس لوسيان يرى أن الطريقة المثالية للاستفادة من خدمات أندي ديلور هي الدفاع بالدفع بجانب مهاجم ثاني. هذا التحليل يفسر الصفقة التي قام بها نادي نيس بالتعاقد مع لاعب قادم من ريد خلال الساعات الأخيرة من انتقالات الصيفية المنتهية، والذي سبق له أن كان زميل لأندي ديلور في فريق مونفيلي. ويمكن للمنتخب الجزائري أن يجسد نفس الفكرة التي ينوي نيس تطبيقها من خلال اعتماد على ديلور رفقة إسلام سليماني أو مهاجم يعني محمد أمين عمورة، لكن في هذه الحالة سيضطر جمال الماضي للتضحية بأحد نجوم خط وسط الميدان، وهو ما سيضعه في حيرة من أمره لا محالة، وقد يخلط حساباته نوعا ما. المهم هو هذه ما يديرهاش جمال بالماضي، ما يديرهاش جمال بالماضي، معروف بالخطط تاعو، عنده زوج خطط يلعب بهم يبرد بهم. وين ما عينا فيه يا ودي راه كتاب مفتوح عند الافارقه، كتاب مفتوح عند الافارقه، لكن هو ما ينجمش يديرها هذه، ما ينجمش يلعب بها. هو نهار الكاميرون هنا يعني كوعرف كان يلعب بمهاجم وهمي، كان يدخل بالفوزيل ولا يدخل بنيطو يلعب، ولا يدخل حتى كيسموه بالرحمه كان روبلاسو، كان قادر يدخله، كان قادر يدخله، خاطر علاش شفنا بريمير ميتون وين لاكسيون اللي داها سليماني وعطاها لديلور، عطاها لبليلي ضيعها تاع لي قاصها، شفتو كي دار لهم؟ ان كان وحده، كان وحده وين كانت فماك كنا قادرين نضغطوا عليهم، كل عب زوج مهاجمين، كل عب بثلاثه خمسه زوج كانت تجي مليحه.
ولا هو قاعد لاهي يعني ويشوف اللي سليماني وحده راه غاب لا ديفونس تاع الكاميرون، ولا يطلع يلعب ك ك ك نقولها بالعاميه 8 ولا يطلع يلعب 8 ويعاود يولي وغابنهم. خاطش علاه الكاميرون لعبونا بثلاثة خمسة زوج، دوزيام ميطو لعبونا 4-4-2، حنا ما غيرناش، حنا قعدنا بستة واحد ثلاثة ما غيرناش، حنا ما نغيروش، حنايا ندخلوا بديك الخطة، حنا التغييرات اشتمالا، نخرج 11 ندخل 11، وبقات فيه حنا رابحين ساي كاليفي، خرج سليماني دخل بالفوزيل. إيه ماشي كيما كون دخلت واحد سونتينيل، كون دخلت واحد يعني مدافع، كون دخلت يعني كون زدت انت لعب ستة كون لعب ثمانية في لا ديفونس، هذاك باقي ذوك زوج دقايق ولا ثلاثة مالك. على هذيك نقولوا بلي باش تلعب هذه الخطة بمهاجم وهمي ما تلعبهاش، نعرف بلي ما تلعبهاش وما تنجمش ديرها، نتاع تلعب واحد ولا تلعب ما تنجمش ديرها نتايا، ما تنجمش تضحي بواحد من الوسط. شكون اللي غادي تضحي به؟ ما عندكش، ما عندكش باش تضحي، باش تضحي ما عندكش. هي قادر ديلور يلعب لك، بصح حنا نادي ومنتخب ماشي كيف كيف، نادي ومنتخب ماشي كيف كيف. تعال حنا تبنا باللي سهله، بصح ماهي سهله. المدرب حنا المدرب عندنا وين ما ولاش يكريي دي بوس اللعابه، يعني يعرف باللي راخر 11 11، الاخر يلعب سات ديره سات، واحد ناب سيس يقعد سيس، ميليو تيرا يقعد ميليو تيرا، لا ديفونس يقعد لا ديفونس. ما كاش زعما تطوير ولا حاجه، ما كاش. على تشوف ادم زرقان في ليكيب تاعو يطير، ليكيب ناسيونال ما كاش. تشوف نتايا دوزيام ميطون بن ناصر وين يعيا ولا يعيا، بن ناصر ولا يعيا، علاه يعيا؟ ماهوش بوست تاعو. كي نقول بلي يعيا يسيب روحو يخدم زوج تاع لي بوست، قاضب بالميليو تاعو وحدو يحارب فيه، كيما نهار اللي لعبنا كونت كاميرون، قاضب ميليو وحدو يحارب فيه، وحدو مكاش كاع، وحدو يحارب، ما ينجمش، وحدو ما ينجمش. خاطش علاه ولينا نعاودو نردو كاع ندافعو، وكيسموه زروقي يلعب سونتينيل تصاب روحو يلعب فلاكس، ولا يلعب فلاكس. وصرات وعاودها فينيك، صرات كونت بوركينا فاسو هنا ميدلنا 2-2، وعاودها لنا هنا كونت الكاميرون وين ردها الراوند. حنا خاصين 1-0 ردها الراوند يدافع يلعب في لا ديفونس، وين لا ديفونس وين تحملت عب تاع المباراه. ما تعرفوش كاين اللي ولا يقول لك بلي حنايا قتلناهم لعب، ما قتلتش لعب، هما استعمروك في الميليو تيرا، كاميرون استعمراتك في الميليو، تكداو في الميليو تيرا، غبنونا في الميليو تيرا. هما ولاو من يقلبوا يديرونا يشكلوا علينا خاطر، حنا كي نلعبوا لهم ويقولوا لي بال طوال كرات طويله اضرب للمحرز، المحرز يقلبها يتريبلي يقارع شويه الجوار يدخلوا يضرب عند الكاري تيري دب 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 دب. ما كان بارتي راحت كيما هاك، راحت هامج، لعبنا هامج. قال لك كان يقول لك كنا مستحوذين على الكره، لا هامج، لعب هامجي بدون تاكتيك. اللي يعرف كرة قدم، انا وين عرفت كاع التاكتيك تاع لونتيان تاعنا نهار اللي لعبنا كونت كوتيفوار. ما كاش تقول عمرنا لعبنا بولا. تكذب باللي هادو لعابه، تكذب باللي تقول عندنا مدرب دينا به كوب دافريك وهادو اللعابه داو كوب دافريك، سورتو امام كوتيفوار. امام كوتيفوار كان خاص قد يورا برك، روحي كاع لعبو تيتيلر، داعش اللي لعبو كونت سينيغال في دو فينال كونت سينيغال، هما لعبو كونت كوتيفوار في مباراة كيما نقولو حنا مصيرية خسرنا بثلاثة، هنا مباراة تاع أمة تاع الشعب خسرنا ثانيك، يعني نورمال ولات عندنا خسارة إنجاز، إقصاءات إنجاز، مكاش اللي يهدر، مكاش تهدر يقولك لا أنا مهدرش تاكتيك دو جو، كيما تهدرش تاكتيك دو جو؟ خاصني وجهك أنا، ما خاصنيش وجهك، هدر لي تاكتيك دو جو شي كاين. هدرت شي كاين كيفاش خسرنا، علاش خسرنا، وين راه المرض انا نقول لك المرض، نقول لكم ونعاود، لازم يقعدوا ثلاثه ليكيب ناسيونال، لازم راني نقولها ونعاود، لازم يقعد في هذو كاع، يقعد ماندي بن ناصر ومحرز، هذو ثلاثه الا باغيين نقلعوا، الا باغيين نقعدوا كي الجبال الطريق لين نروحوا نعاودوا معاها، اقعدوا كيما هكا ونهار نعاودوا ندخلوا في حيط تفيقوا فانيك. ما نجو بين بنور وحنا الناس كانت تكون قلعت راحت، حنا دايما غادي نقعدو في الروطار، غادي دايما نقعدو في الروطار، نقعدو كيما هكا، هادي هي لوبجيكتيف تاع الناس.
لا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، وان شاء الله بربي ديما نقعدوا معكم بجديد، وربي يحفظكم وصحيتكم. صح.